ونكمل كلامنا عن الزواج كما قصده الله في الكتاب المقدس تحت عنوان معينا نظيره، ونرجع تاني لسيرة إبراهيم وسارة كمثل لزوجين يعني أقرب إلى المثالية وإن كان في حياتهم بعض الأخطاء. لو تذكروا إحنا كان آخر لقاءاتنا مع إبراهيم وسارة لما زارهم المسيح له المجد وقال لهم السنة الجاية يكون معاكم طفل. في الوقت ده سارة ضحكت، وسارة كانت مستخبية يعني جوه الخيمة بتشتغل، فالمسيح له المجد قال سارة ضحكت، فسارة طلعت قالت لا ما ضحكتش، فربنا قال لا لا ضحكتي. وهنا الخوف بيخلي الواحد ساعات يكذب مع ربنا، بالذات محدش يكذب ومع الناس كمان، مش مفروض ان الواحد يخجل، الافضل ان الواحد يعترف بخطأه، لان ده كان خطأ يعني مش هيزعل ربنا كتير. هي ضحكت لانها بصت لنفسها 90 سنة مش معقول اجيب عيال، فهي طبعا لحظة ضعف ايمان فاستكترت الفكرة، فربنا يسوع قال لها لا ضحكتي. وعشان كده اسحاق اتسمى اسحاق يعني ضحكة، لانه امنا سارة ضحكت لما سمعت انها هتبقى حامل، وابونا ابراهيم نفسه قبلها برضو كان ضحك لانه استغرب شوية، فربنا يسوع اصر انه اسحاق يلقب باسحاق يعني ضحك. انا عاوز اكلمكم عن تسمية الاطفال عموما، لانه الزوجين لما يجيبوا ربنا يديهم اولاد ساعات نسمع اسماء بعيدة كل البعد عن لغة الكتاب المقدس او فكر المسيح. يعني المفروض انه لقب اي طفل حسب ما شفنا في الكتاب يذكر الطفل او الاهل بمعنى مسيح. يعني اسحاق فضل طول عمره فاكر انه ضحكة هنا مش بمعناها الساذج، لا بمعناها العميق انه معجزة. فاسحاق دايما عايش حياته على فكرة انا وجودي معجزة، انا جيت من ام كان رحمها ميت، وبالتالي الفكرة دي اللقب ده الاسم نفسه خلاه دايما عايش بإيمان انه انا ابن المعجزة، انا طلعت من قبر رحم امي. وعشان كده لما ابونا ابراهيم حطه على المذبح وكان هيذبحه فوجئنا بان اسحاق كشاب لم يقاوم، لانه عنده ايمان فطري ما ناس اسحاق يعني ايه هموت واقوم، ما انا اباء اساسا طلعت من قبر قبل كده. الاسم يحمل الشخص فكر او مسؤولية، يعني لما تسمي ابنك صفة من صفات الله ممكن يفضل طول العمر عاوز يعيش الصفة دي، بينما لما تسمي ابنك اسم يحمل صفة غريبة او حاجة عالمية، او احيانا نحط اسم من الاسماء اللي ارتبطت في التاريخ بسيرة غير نقية يعني من غير ما حد يزعل، مثلا اسم إيزابل في الكتاب المقدس مرتبط بتاريخ امرأة شريرة، طب ليه نسمي أولادنا الاسم ده إذا كان الاسم ده ملوش في الهيستوري الكتابي سيرة عطرة؟ لكن لو سميت ابنك إبراهيم أو إبراهام أنت كده بتخلي قدامه قدوة طول العمر يتمثل بهذا الشخص. لما واحدة تسمي سارة مثلا هتفضل طول عمرها بصة لأمنا سارة الست التقية المؤمنة عشان تتمثل بيها. إذا في اختيار الأسماء لازم تراعى الفكر الروحي. وتلاحظوا أن ربنا يسوع اشترك في تسمية ناس كتير قوي، يعني بينما أنها تبدو حرية شخصية لكن هو اللي غير اسم إبراهام إلى إبراهيم وساراي إلى سر، هو اللي اختار اسم إسحاق، هو اللي سمى يعقوب إسرائيل، هو اللي قال له يا سمعان هتبقى بطرس. اذا ربنا يسوع كان بيحب يدي الاسم عشان الاسم يحمل المعنى، زي بطرس صخرة او زلطة كده او حاجة ناشفة، وقال له على هذه الصخرة ابني كنيستي، يعني على الاعتراف اللي قلته على الايمان انت المسيح ابن الله الحي هبني الكنيسة. ففضل بطرس دايما متشبث بالايمان ده وباللقب الجديد بتاعه ومعتز بيه لانه يحمل معنى صلابة الإيمان. أمنا سارة فرحانة جدا أنها تبقى حامل، وفعلا يقول الكتاب هنا ولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم
الله عنه. وارجع افكركم بمبدأ تاني، في زوجات وازواج بيبقوا مستعجلين في حياتهم للوصول لانجاز معين، بينما تعبير الكتاب في الوقت الذي تكلم الله عنه. طولوا بالكم على ربنا، ربنا بيجيب احسن حاجه في احسن وقت، ربنا له حسابات غير حساباتنا. والزوجين العاقلين ما يقعدوش يفركوا زياده ويستعجلوا ربنا، لان الكتاب بيقول كما علت السماء عن الارض علت افكاري عن افكاركم وطرقي عن طرقكم. وطبعا لو كان اسحاق جه بدري يمكن ما كناش شفنا رحله الايمان دي كلها، وما كناش شفنا الخبرات الروحيه اللي تراكمت دي الوقت ده كله. انما اصبح في معجزه حقيقيه، لان لو ساره جابت في سن طبيعي كنا نقول ما هو برضو عادي اتاخرت في الخلف، لكن وهي بتجيب طفل في سن غير طبيعي اصبحت المعجزه واقعيه تماما، واضح فيها انها قدره الهيه. ودعا ابراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له ساره اسحاق، وختن ابراهيم اسحاق ابنه وهو ابن 8 ايام، وكان ابراهيم ابن 100 سنة حين ولد له اسحاق ابنه. وقالت سارة قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. يبقى من هنا جت كلمة اسحاق، عاوزة تقول كل اللي يسمع يضحك، ازاي امنا سارة العجوزة جاب الطفل. وقالت من قال لابراهيم سارة ترضع بنين، حتى ولدت ابنا في شيخوخته. فكبر الولد وفطم، وصنع ابراهيم وليمة عظيمة يوم فطام اسحاق. طبعا كلكم عارفين لما طفل يجي بعد سنين طويله قوي، والولد الحيله يعني بيبقى غالي زياده قوي. انما حصل هنا موقف ممكن يحصل في اي بيت، انه اسماعيل لانه اكبر منه ب 14 سنه وابن الجاريه، احتقر اسحاق الطفل الصغير او استهزأ بيه، أو يعني زي العيال لما تلعب مع بعض يقرصوا ولا يضايقوا. هنا سارة بقى إيه، تصرفت تصرف يعني تلقائي لكن مش روحي، بقت مش طايقة إسماعيل ولا هاجر، وقالت لبرام مشيهم بقى. في الوقت اللي يعني أبونا إبراهيم المرة دي على غير العادة زعل وقال لها لأ، زي اللي هو كمان اتعلق بإسماعيل. أنا مش هاخد معنى حرفي، لكن عاوز أركز على دور الأب والأم في متابعة علاقات أولادهم، لأنه ممكن العلاقات من الطفولة تكون مؤثرة جدا حتى في السنوات الأولى. ممكن حد يأذي أولادكم بدون وعي، ممكن يبقى في احتقار أو إهانة لأجساد أطفال بسبب غياب الأب والأم. الحرص على الطفل الصغير والرقابة الشديدة والعناية المركزة تحمي أولادنا من مشاكل نفسية طول العمر. وهنا تجنب العلاقات المدمرة، ربنا فوجئنا أنه سمح وقال له اصرف الجارية وابنها، أنا هديهم خير. لكن طلعت القاعدة اللي كررها بولس الرسول في العهد الجديد اللي ليها مغزى روحي عميق، لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. إسحاق هو القصد الإلهي، هو الطفل الموعود به، هو اللي جايب معجزة، هو اللي طالع من إبراهيم وسارة، هو اللي من أول القصة لآخرها ترتيبات ربنا. أما القصة الأخرى فهي دخيلة، هي تدبير بشري، هي فكر أرضي، هي محاولات إنسانية تتجاهل دور الله. وهاجر ليست الزوجة الشرعية لأبونا إبراهيم، ومن هنا مش ده الطريق اللي ربنا عاوزه في حياتنا يا أحبائي. كأزواج وزوجات لازم نراعي دايما أن الطريق يبقى مستقيم، واختياراتنا تبقى حسب إرادة الله، ويبقى التفاهم دايما تحت مظلة الكتاب المقدس. ما يبقاش الواحد بيفكر يعمل زي ما الناس بتعمل أو يقلد أو يلتوي، لأنه في النهاية اللي ربنا عاوزه هو اللي بيمشي في المسار الطبيعي اللي قصده ربنا. والصداع اللي حصل أو المشاكل اللي حصلت كنا في غنى عنها لو ما كانتش سارة اقترحت الاقتراح القديم ده ودخلت هاجر في القصة، ونتج ما نتج بعد كده. إنما ربنا له كل المجد، أمين مع الكل، ما بيسمحش أن حد يبقى مظلوم. فبرضو ربنا راعى هاجر وإسماعيل.
وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. نأتي بقى إلى أصعب قصة في حياة إبراهيم وسارة، والقصة دي برضو عاوز أركز عليها من زاوية الزواج أكتر منها من زاوية التأمل على عظمة إيمان إبراهيم وطاعة أبينا إسحاق. ربنا فاجئ أبونا إبراهيم بعد يمكن ابنه فوق بعد 20 سنة، أنه بيقول له هات ابنك وحيدك اللي بتحبه وقدمه لي محرقة. أول حاجة تعنينا، أنا لو مطرح أبونا إبراهيم هشك في الصوت، أقول ما يمكن مش صوت ربنا، لأنه مش معقول ربنا يطلب طلب زي كده. وفعلا كان معروف أن الله لا يطلب ذبائح بشرية أبدا، ده ربنا كان غضبان على الوثنيين عشان بيقدموا أولادهم ذبائح بشرية. فمن المنطقي أن الواحد يشك في صوت ربنا. لكن واحد زي أبونا إبراهيم 100 سنة صديق الله بيسمع صوته بيميز صوته مع هذه الخبرة الروحية بيخلي ما يشكش. نفسنا نكبر كلنا ونوصل إلى هذه الدرجة من الوعي الروحي، إن الواحد يبقى عنده تمييز، الصوت ده من ربنا ولا صوت من دماغي ولا يتهيأ لي ولا منطق الناس ولا مزاجي الشخصي ولا مخاوفي. إنما أبونا إبراهيم كان ناضج روحيا جدا، سنه قرابة 120 سنة، بقاله 50 سنة بيحاور الله خليل الله، فمش بيشك في صوته أبدا. ما أسعد الزوجين إن الإنجيل مفتوح في بيتهم دايما وصوت ربنا مش غريب عليهم، فبيعرفوا يميزوا، فبيقدروا يقولوا ده صوت ربنا ولا ده تعليم غلط. لأن الشيطان يتشبه بملاك نور، لأن عدو الخير ممكن يتكلم بآيات. الشيطان في حد التجربة في إنجيل تجربة المسيح يجي يكلم المسيح بآيات، الشيطان نفسه ممكن يوعظ بس يوعظ غلط ويضلل الناس. الشيطان وقف في أول إنجيل مرقس يقول أنت المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. نفسنا كل الأزواج والزوجات المسيحية يتقن الاستماع لصوت الله، يبقوا عارفين يميزوا ليه، لأن اللي قاري الإنجيل كويس هيقدر يقول ده صوت ربنا ولا مش صوت ربنا، ده تعليم مستقيم ولا غير مستقيم، ده إيحاءات وموضة جديدة ولا ده فكر أصيل مظبوط. وبالرغم أن الطلب ده طلب غريب ونادر، لكن مع الخبرة الروحية كأنه ربنا بيقول لواحد أنا هجربك في ابنك أو همتحنك امتحان صعب. ولأن إبراهيم بيحب ربنا بصدق شديد قال له رب أنا بقالي سنين ما بقولش غير كلمة واحدة، أنا بقول حاضر حاضر يا رب، اللي هتقوله هيمشي وهيمشي برضا، مش هيمشي بتذمر ولا باعتراض ولا حتى هسألك ليه بتعمل كده يا رب، أنا كل اللي هقوله لك اللي تؤمر بيه يا رب أنا هعمله. هنا ندخل في حيرة صعبة جدا، يا ترى أبونا إبراهيم هيقول لسارة ولا مش هيقول لسارة؟ طب هتفكر ازاي يا ابونا ابراهيم؟ سارة لن تحتمل، سارة اقل من ابونا ابراهيم درجة في الايمان، سارة وقعت في موضوع هاجر ما قدرتش تحتمل طول فترة تأخير الاستجابة، سارة حياتها ابنها اسحاق، فانت هتقول لها ايه؟ هاخد اسحاق اذبحه؟ هتقول لها ايه؟ هنا ابونا ابراهيم يبدو ما قالش لسارة، وطبعا كزوج امين كل حياته وسره مع امراته ما كانش سهل عليه. لكن هنا في قاعدة كتابية بتقول لنا إيه؟ علاقتك بربنا أقوى من علاقتك بمراتك. إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أو إخوة أو أخوات أكثر مني فلا يستحقني. في أسرار كل سرك مع مراتك، لكن سرك مع الله يسبق سرك مع مراتك. حياتك مع ربنا في أمور حتى أقرب الناس ليك ممكن ما يعرفهاش. أبونا إبراهيم خليل الله صديق الله اللي بينه وبين ربنا يمكن حتى سارة مش داريانة بيه، على الأقل في المرحلة دي أو في الامتحان ده. فهنا أبونا إبراهيم يا عيني متقطع، مش قادر يقول لأم إسحاق اللي هيعمله، وفي نفس الوقت هو لازم بيقول حاضر وتعود يقول حاضر. وأبونا إبراهيم هنا زوج مثالي وأب مثالي، حياته في سارة وحياته في إسحاق، طول عمره ملوش في الفلوس ومش فارقة معاه، وشفناه قد كده غني جدا لكن عفيف جدا
وشبعان قوي وعايش في خيمة ورادي وبيفكر في السماء طول الوقت. يقول الكتاب ان بكر ابونا ابراهيم زي اللي صحي بدري قوي عشان ما يقفش في مواجهة مع سارة، وخد اسحاق وخد غلامين وخد الحطب وخد الدابة وطلع المشوار اللي ربنا قال له عليه، لانه جبل المرية ده هو المكان اللي قصاد المكان اللي اتصلب فيه المسيح بالظبط. ففي السكة الواحد يتعجب ايه اللي بيحصل في قلب ابونا ابراهيم. لو كل اب فيكم تصور انه بعد ساعات ممكن ابنه يموت، وده ابنه الوحيد، احساس صعب جدا، وان ربنا طالب طلب، يا رب طب خد كل الفلوس، طب خدني انا، لكن اللي بتقوله صعب. انما ايه اللي مخلي ابراهيم قادر يمشي على رجليه؟ ايه اللي موقفه على حيله؟ ايه اللي مخليه صاحي بدري عشان يعمل المشوار ده وكأنه متحمس ليه؟ يقول القديس بولس بقى فكرة عجيبة قوي بالروح القدس، أدرك ما كان في قلب أبونا إبراهيم. قال أصل أبونا إبراهيم رجع بفكره البسيط أنه أنا من الأول، ده إبراهيم، خدت إسحاق من قبر، ما هو رحم مراتي سارة عبارة عن قبر، فأنا واخد إسحاق من مماتية، تعبير سفر العبرانيين، مماتية مستودع سارة، يعني مستودع سارة الميت طلع منه إسحاق حي. فأنا اللي هعمله لو ربنا هيكمل الطلب هموت إسحاق هيرجعه لي، لأني ما أقدرش أرجع لأمه من غيره، ولأني واخد فيه وعد أن بإسحاق يدعى لك نسل. فعشان يصالح الوعدين، منين بتقولي قدم إسحاق ذبيحة، ومنين يا رب بتقولي بإسحاق يدعى لك نسل؟ طب الولد ما اتجوزش وما جابش عيال لسه، يبقى ملهاش حل عندي غير انه هيقوم من الموت. فبفكر القيامة تحامل على نفسه وكمل المشوار الصعب ده. وهنا احبائي كل زوجين اتجربوا تجربة قاسية مش هيخليكم تكملوا مشوار حياتكم الا بفكر القيامة. اللي يسند الواحد في غربته، اللي يخليه يكمل مشواره للآخر، فكر القيامة. يعني إيه؟ يعني كل أحبائنا هنشوفهم تاني، وإن الحياة دي مش هي الحياة، الحياة دي مقدمة الحياة، الحياة الأبدية هي الحياة الحقيقية. إحنا عايشين يومين عشان ندخل إلى الحياة الأصلية اللي خلقها ربنا وقصدها ربنا. لو الواحد عايش على رجاء القيامة يتصبر ويتحامل على الوجع ويكمل جهاده للآخر. إنما لو فقدنا فكرة القيامة وفكرة الأبدية لن نحتمل التجارب. محدش هيقدر يحتمل قسوة فقدان ابن وحيد إما كانش الأبدية واضحة في ذهنه. أبونا إبراهيم في فجر التاريخ وقبل المسيح بحوالي 1800 سنة فكر القيامة لحقه، فكر القيامة سنده، ظن أنه لابد أن يعود إسحاق حيا، ومفيش فكرة تاني تقدر تسنده غير كده. ويجوز سارة ما تحتملش التحليل ده فعفاها من أنها تشيل الشيلة، وسارة يا عين اللي نايمة في سريرها مش ديانة أن إسحاق شبيه المسيح سيصلب بعد ساعات ليقوم بعد أيام، هي مش دريانة بكل اللي بيحصل، زي البشرية اللي كانت نايمة في العسل مش دريانة أنه إسحاق البشرية يسوع ربنا له كل المجد يموت ويقوم لكي يحيينا جميعا. طلعوا المشوار، وفي السكة حصل السؤال الصعب جدا اللي غالبا أبونا إبراهيم كان عايل همه، أنه إسحاق بيموت في أبوه، إسحاق شايف أبوه ده حاجة ما حصلتش، لأنه أبوه إنسان مثالي، صديق الله، كل التقوى والنقاوة، فطبعا بالنسبة لإسحاق ده حياته. فبيقول له يا بابا دلوقتي عندنا الحطب وعندنا كل حاجة، هو أين الخروف؟ سؤال بديهي، نكونش انسناه يعني. فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة. يا ترى قلتها إزاي أبونا إبراهيم؟ إزاي نطقت الكلمة دي وانت مش عارف اللي يحصل بالظبط، واقرب الامور لذهنك انت يا ابني المحرق، لكن مش عارف يقولها. لكن ما قاله ابراهيم كان نبوءة، ما قاله ابراهيم نطق بوحي،
الله يرى له المحرقة، يعني ما فيش محرقة على الأرض تعجب ربنا. ربنا اللي هيدبر المحرقة الحقيقية اللي هي ذبيحة ربنا يسوع. فذهب كلاهما معا، فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله، بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه. اللحظة بقى التاريخية هنا إسحاق أدرك. محدش يفتكر إن إسحاق ما كانش فاهم، لا خلاص إسحاق فهم، لأن أبونا إبراهيم عجوز وبيقول له اطلع وامسك معايا واربط. طب ما خلاص. وكان طبعا إسحاق ممكن يقاوم، كان ممكن إسحاق يسيبه ويجري، لكن لأن إسحاق هنا بيضرب رقم قياسي في الطاعة والخضوع، زي ما أبونا إبراهيم بيضرب رقم قياسي في الطاعة والخضوع. أبونا إبراهيم بيقول له يا رب حاضر مهما قلت، وإسحاق بيقول لأبوه حاضر يا أبويا مهما قلت. اللي يحب ربنا ويخضع له قوي ولاده كمان يحبوه ويخضعوا له، وضمنيا يخضعوا لربنا. يقولوا في التربية المسيحية أن الطفل لا يعرف الله ولكنه يعرفه من أبيه. إذا كان أب حلو، الطفل يعشق الله في أبيه، يتمثل الله في أبيه. وعشان كده كآباء لو قصرنا في حق أولادنا احنا بنشوه صورة ربنا، لأنه بيبقى الإنسان مش عارف يحب ربنا، أصله بيتقال له أبانا، بيتقال له أنت أب، وهو ما شافش أب حلو. إنما إسحاق كان سهل عليه قوي يحب ربنا، لأن أبوه حلو قوي وأبوه بيحب ربنا قوي، فكانت العلاقة بديهية تلقائية. إسحاق مطمن 1000000%، أبويا مش هيأذيني. وأبونا إبراهيم مطمن 1000000%، إن ربنا مش هيأذيني. بهذا الإيمان المتوارث، إبراهيم يثق في الله جدا وإسحاق يثق في إبراهيم جدا، استمر السيناريو الجميل ده عشان يقدم لنا كده إيه بروفا لقصة الفداء في ربنا يسوع له المجد. ثم مد إبراهيم يده، وصلنا للحظة يعني طبعا أكيد يجوز أبونا إبراهيم كل لحظة متصور في تدخل ممكن يحصل، إنما لغاية ما وصلوا جبل المرية وحطوا الحطب ورصوا الرصة وطلع إسحاق وربطنا إسحاق ومسكنا السكينة، وفي آخر لحظة أخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. معناها ببساطة ربنا يسوع في الأيقونات القبطي القديمة يمسكوه يرسموها بطريقة جميلة قوي، ربنا مد ايده ومسك ايد ابونا ابراهيم، كان ابونا ابراهيم نازل هينفذ للاخر، وفي ايد خفيه مسكته، لا يا حبيبي انا اقدم ابني بس انت ما تقدمش ابنك. الاب السماوي يبذل ابنه الوحيد من اجل البشريه، لكن يصعب علينا ابونا ابراهيم يبذل ابنه الوحيد من اجل الطاعه. وقال له خلاص يا ابونا ابراهيم ده اخر امتحان، خدت 10 من 10، انا يعني اللي انت عملته عشاني ده هخليك باب السماء، ياتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب، اما بنو اليهود فيطرحون خارجا. ارجع للازواج والزوجات، الزوج اللي يحب ربنا وامين مع ربنا يرى معجزات في حياته. الزوج التقي اللي يعلم ولاده خوف ربنا وطاعة ربنا لازم ربنا يكافئه مكافآت لا يتصورها. الزوج اللي يحسبها بعقله ويفكر في الدنيا ويخاف من الموت زيادة ويحضر الدنيا لولاده بدل ما يحضر السماء لولاده قد يفقد كل شيء. أبونا إبراهيم بعد اليوم ده عالي قوي عند ربنا، وقال له بعدها بذاتي أقسمت يقول الرب من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. وكتر قوي من الوعود اللي قالها له. يرجع أبونا إبراهيم بقى نازل ومعاه إسحاق. خلي بالكم هو ساب الغلامين تحت،
لأن المشهد ده ما ينفعش حد يشوفه. وطلع على الجبل وكل تفكيره أن هنزل لوحدي بعد كده، إنما نازل وماسك إسحاق في إيده، وطبعا الفرحة مش سيعاه لأنه ابني كان ميتا فعاش، أو أخذ إسحاق مرة أخرى حيا بعد موت. فنازل وإسحاق معاه، ومروح لسارة يقول لها خدي ابنك في حضنك، ابنك مات وقام، ابنك أنا رفعت السكين عليه بطلب إلهي، لكن ربنا أقامه عشان مش هتحتملي أكتر من كده، وأنا كمان ما كنتش أحتمل أكتر من كده. وكان هذا المشهد آخر مشهد في حياته من سارة، لأنه بعد كده الكتاب يقول وماتت سارة في قرية أربع، وأتى إبراهيم ليندب سارة ليبكي عليها. هنا كأن أمنا سارة عرفت فكر القيامة، ووثقت تماما أن هناك حياة أخرى، وأن عيلتها الصغيرة الجميلة دي ستكتمل بنفس الدرجة في حياة أبدية تتمتع بإبراهيم وبإسحاق وبإله أبونا إبراهيم إلى الأبد. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.